أهلا بكم. الإدارة هي توجيه مجموعة من الأشخاص والأفراد نحو تحقيق هدف معين بإمكانيات معينة ومحددة لفترة زمنية معينة ومحددة. عدنان درجال شابوه للراجل العظيم، أتى بمدرب من ذهب، محلل فني قبل ما يكون مدرب. خيسوس كاساس، خيسوس كاساس صاحب 50 عام، مواليد تحديدا 23 أكتوبر 1973، جعل المشجع العراقي الرياضي في الشارع الرياضي العراقي لا يميز على الإطلاق، لا يميز ما بين اللاعب الأساسي داخل المستطيل واللاعب الاحتياطي البديل، وهنا تكمن قوة منتخب العراق. منتخب العراق اللي باع كبير، منتخب العراق اللي بيتفوق على كل فرق المجموعة الثانية في التصفيات، كل الفرق باستثناء فقط الشمشون الكوري، المنتخب اللي فاز بكأس آسيا 2007، المنتخب اللي فاز بكأس الخليج 4 مرات آخر العام الماضي في البصرة في الماتش النهائي الفينال أمام منتخب عمان، المنتخب المحترم 3-2، فاز 4 مرات كتاني أكتر المنتخبات تتويجا باللقب خلف الكويت المتصدر ب10 ألقاب، يأتي في المركز الثالث كل من قطر والسعودية لكل منهما 3 ألقاب. كأس بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2002، دورة ألعاب غرب آسيا 2005، دورة الألعاب الأسيوية 1982، ودورة الألعاب العربية 1985، المنتخب اللي تأسس 1948، المنتخب استاد البصرة الرياضي، استاد البصرة الرياضي استاد الرعب مع الصخب الجماهيري أكثر من 65 ألف متفرج، الخميس 7 مساء بتوقيت العراق، 5 سبتمبر ماتش العراق وعمان في تصفيات كأس عالم بمشيئة الرحمن، مفتاح التأهل بنسبة 100% من وجهة نظر الشخصية، ماتش مهم للغاية لأن بعدها عندك الكويت في استاد جابر الحمد الدولي في الكويت يوم 10، والكويت بتعمل حرب استفزازية وضغط على منتخب العراق من أجل فقدان التركيز، وهنا لا يستطيع مع الكادر الأسباني المحترم كل اللي بيحصل من التصريحات من أحمد الصراف ومن المحلل جاسم الهويدي وكل التصريحات اللي المنتخب العراقي لن يربح، وكل التصريحات ان أحمد الصراف يقول لك 200 مشجع، كل التصريحات استفزازية، حرب نفسية لان احنا مش قادرين عليكم داخل المستطيل فتعالوا لنا بره يا عراق، قد اللي بيعملوه مش اكتر ولا اقل. كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع بنسبة 100% من وجهة نظر الشخصية، كلها حرب استفزازية. العراق ومواهب العراق قادرة وبقوة على حصد أول 9 نقاط من عمان ثم الكويت ثم فلسطين ثم نقطة كوريا، وبعدها 3 نقاط في البصرة أمام الأردن، وننهي أول 5 جولات ب13 بونت، وهنا وضعنا قدم في المونديال. عموما خيسوس كاساس اللي بيلعب 4-2-3-1، خيسوس كاساس، جلال حسن، مريخاس دوسكي، حسين علي حيدر، كل من روبين سلاقة وسعد الناطق في الماتش ده تحديدا، روبين سلاقة وسعد الناطق، أمير العماري، المرونة والدقة والتوافق، كل عناصر اللياقة البدنية بلا استثناء، أمجد عطوان اللي هيضيف خصائص جديدة لخط الوسط، مسمار خط الوسط، زيدان إقبال، الإيمان بالموهبة هو النجاح، التمسك بها هو التفوق، إبراهيم بايش أحد مواهب الكرة العراقية، هيلعب بدانييلو السعيد، القطايف واللطايف والحاجات والمحتاجات، وهيلعب بأيمن حسين أفضل فينشر من وجهة نظر الشخصية الفترة الأخيرة في الكرة العراقية، فينشر عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. العراق وعمان، الخميس 7 مساء بتوقيت العراق في استاد البصرة وسط 65 ألف متفرج من الجمهور الزواق، لمن ستكون الغلبة والانتصار؟ أتوقع بنسبة تفوق 99.9، المنتخب العراقي الشقيق بمشيئة الرحمن سيجمع 13 بونت في أول 5 جولات. دمتم في أمان الله.